الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حواء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بامر الله. النهاردة هنعمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين، طبعا كده شايفين هتقولوا هنعمل كيكة، ماشي؟ لا احنا مش هنعمل كيكة، بس هنعمل حاجة مشابهة وحاجة حلوة كده وظريفة. وجبة كده تنفع وجبة عشاء، تنفع وجبة فطار، زي ما تحب توظفيها وظفيها، بس انا عاملاها كوجبة عشاء، تمام؟ تعالوا بقى نشوف مكونات الفطيرة بتاعتنا الغنية والدسمة ديت اللي احنا هنعملها هتكون ايه، وهنمشي مع بعض واحدة واحدة، وان شاء الله هتعتمديها وتبقى وصفة كده من الوصفات المعتمدة اللذيذة اللي تحب تعمليها لأولادك وهم كمان هيطلبوها منك على طول. تعالوا بينا نشوف المقادير، يلا بينا. معايا هنا كده زي ما انتوا شايفين معايا اربع بيضات، تمام؟ اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة عادي، ما فيش مشاكل. هبدأ احط عليهم ايه، هحط معلقة كده ملح، فلفل اسود. هو المفروض فلفل اسود وملح، بصراحة انا ما عنديش الفلفل الاسود، فقلت ايه، عندي ملح بفلفل كده مطحون عليه فلفل خفيف زي ما انتوا شايفين، هحطها مع بعض كملح وفلفل، تمام؟ دي بداية. هحط كمان ايه، هحط معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة الخل طبعا يحسن الخبز، وكمان عشان زفرة البيض وما يخليش اي حاجة وحشة من ريحة البيض يعني. وهبدأ اضرب دول كده مع بعض الاول لغاية لما البيض يعمل فوم كده معايا، وربهم جامد وارجع لكم. بعد ما ضربنا البيض كده بالشكل دوت وهاش معانا كده حبة اهو زي ما انتوا شايفين، هنعمل ايه معايا هنا دوت تلت كوباية، دي سمنة على زيت، تمام؟ ده تلت كوباية مش ربع، يبقى تلت كوباية سمنة على زيت. حبة انت تحطيها سمنة كلها مفيش مشاكل، حبة تحطيها زيت كلها برضو مفيش مشاكل، دي تمشي ودي تمشي، اللي يريحك يعني ايه اعمليه. خلاص كده هربهم برضو كده ايه، هقلب السمنة والزيت كده مع بعض في البيض بالشكل دوت. خلاص كده تمام. وبعد كده معايا برضو ايه، معايا كوباية من المية. برضو ممكن تستبدليها، انا بقولك ان دي وجبة عشاء سهلة وبسيطة، ممكن انت في اي وقت ما عندكيش اي حاجة تستخدمها، عشان كده انا بستخدمها لك بادوات البيت الموجودة والمتاحة عند اي حد. كوباية مية عادية من الحنفية، مش لازم مية دافية، لان الفطيرة بتاعتنا مش مفيهاش الخميرة اللي هي عايزة التفاعل يعني، تمام؟ فهحطه كده كوباية المية على البيض وهقلبهم كده كويس. خلاص بالشكل ده اهو. وهجيب دلوقتي ايه، هبدأ اجيب اضيف المكونات بتاعتي بقى الايه، الخضار بتاعي اللي انا هحطه، هنشوفه مع بعض. الاول قبل ما نضيف الخضار نضيف الدقيق بتاعنا، معلش انا نسيت وقلت الخضار، احنا هنضيف الدقيق مش الخضار، تمام؟ بصوا معايا كوبايه ونص من الدقيق اهو، كوبايه ونص بالكوبايات المعياريه، هحط كده، هبدا انزل بكوبايه الاول، تمام؟ وهحط عليها باكو كامل اهو من خميره الحلويات اهو، انا لسه فاتحه، تمام؟ باكو كامل من خميره الحلويات، اي نوع خميرة حلويات طبعا انت بتستخدميه. وهبدأ اقلب كويس جدا لغاية لما عايزة احصل كده على ايه، عجينة كده سايلة شوية زي عجينة الزلابية كمان يعني. ادي النص كوباية، حطينا كوباية، وادي ايه النص كوباية التانية من الدقيق، تمام كده. هقلبهم كويس جدا جدا، مش عايزة فيهم اي تكتلات ولا اي حبيبات، وبعدين نرجع مع بعض نشوف ايه هو الخضاري وايه لا هنحط فيها لحوم او مش هنحط، وايه نوع اللحوم مع بعض، استنوني. تعالوا بقى بعد ما ايه قلبت كل ايه الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، بصوا العجينه بتاعتي بقت عامله ازاي اهي، شايفين سايله ازاي. خلاص تمام كده. هنعمل ايه، هقول لكم بقى على الخضار اللي هنزل بيه واحده واحده كده مع بعض، مش شرط تنزلي بايه الاول ولا في الاخر ولا كده، لا مفيش مشاكل، اي حاجه عايزه تنزلي بيها الاول انزلي. اول حاجه هنا دول معايا بطاطسايه اهي، هوريها لكم. بصوا بطاطسايه هي واحده حجمها كبير كده شويه، بصوا اخدتها اهو هوريكم هنا كده، وبصوا شايفه ناشفه ازاي، عصرتها على الاخر كده من الميه بتاعتها، يبقى دي بطاطسايه معصوره او تصفيها بمصفى او اي حاجه من الميه بتاعتها، ما تخليش فيها ميه تماما. ادي كده اول حاجه معانا اهو البطاطسايه المبشوره. خلاص ايه تاني معايا، كمان فلفل الوان وجزرايه، بصوا اهو بعد كده اهو معايا فلفليه صفراء حمراء اخضر او اخضر واحمر، وجزرايه كمان مبشوره، تمام كده. هتقطعيه مكعبات زي كده، والبطاطس والجزرايه هنبشرها زي البطاطسايه، هننزل بيهم برضو كلهم كده على ايه العجينه بتاعتنا السايله.
وكمان معايا طماطميتين كده مبشورين، معلش اسفه، طماطميتين متقطعين مكعبات زي الايه، زي الفلفل برضو بالظبط. هقلبهم بس كده الاول كلهم، وقبل ما اقلبهم واطلع هقول لكم هحط ايه كمان. هحط معلقه من الثوم الباودر اهو، معلقه كده صغيره من الثوم الباودر تديني ريحه كده جميله للاكل. وكمان هحط ايه برضو عشان اقلبهم كلهم، وافصل الكاميرا واقلبهم كلهم مع بعض، بصلايه برضو مبشوره، والبصلايه زي ما عملت مع البطاطس عملت مع البصلايه عصرتها برضو من الميه بتاعتها، لان كفايه معايا الخضار والفلفل الوان طبعا مش هقدر اعصرهم، فهينزلوا لي ميه كمان وسوائل هتستوي مع العجينه ان شاء الله، فمش عايزين زياده في السوائل. تمام كده هقلب كل المكونات ونرجع نشوف ايه المادة التانية او ايه الخضار بتاعنا او مادة اللحوم او ايه اللي هنضيفه بعد كده. تعالوا بقى بصوا، بعد ما قلبت المكونات شايفين والله شكلها جميل ازاي ما شاء الله، تفتح النفس من وهي نية. تعالوا بقى اقول لكم هنحط ايه. عايزة بقى تحطي لحمة مفرومة متعصجة بس وجاهزة مفيش مشاكل، تحطي بسطرمة، تحطي بيفي، تحطي اي حاجة. انا هحط لانشون، تمام، لانشون مقطعها اهو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، هنزل بيه اهو كميه معقوله يعني كده تتناسب مع ايه، مع الصينيه بتاعتك. وهقلب اللانشون كده مع بقيه الخضار بتاعي كويس جدا، وهكون مشغله الفرن طبعا من اول ما بدات ربع ساعه لغايه لما يسخن معايا، عشان الصينيه بتاعتي لما تدخل تستوي معايا على طول ان شاء الله. تمام خلاص كده جميله جدا، وزعي بس كل المكونات وظبطيها كويس. ومجهزه معايا صينيه اهي مقاس 30 خلاص، ودهناها كويس زي ما انتم شايفين كده اهوت، فرشه كده بالسمنه بتاعتنا. وهنبدا ننزل بايه، بالمكونات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام بصوا كده اهو، بعد ما خلصت الصينيه بتاعتي كبيتها كده صبتها يعني في الصينيه، تمام، هنبدا ايه ندخلها الفرن. طبعا عايزه تحطي في الحشوه في العجينه نفسها جبنه مفيش مشاكل، اي نوع جبنه بقى، عايزه جبنه رومي، عايزه جبنه شيدر، موتزاريلا، اللي يريحك. انا هحط على وشها جبنه بس مش دلوقتي، هحط جبنه موتزاريلا بس لما تبدا تستوي شويه في الفرن، عشان مش عايزه الجبنه تاخد لون وتتحروق يعني ويبقى شكلها مش ظريف على الوش. هندخلها الاول، هي هتاخد على في الفرن يعني هندخلها على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص لمدة نص ساعة أو 35 دقيقة. العشرين دقيقة أو الخمسة وعشرين دقيقة الأولى هدخلها، وبعد كده هحط في الآخر خالص في آخر خمس دقايق اللي هي إيه، الجبنة الموتزاريلا على الوش، وبعد كده هنشوف الفطيرة بتاعتنا وشكلها وطعمتها ولذاذتها مع بعض. وبكده نكون خلصنا، طلعنا مع بعض فطيرة العشاء بتاعتنا، هي وجبة لذيذة وسهلة وبسيطة. طبعا هي لسه سخنة خالص، أنا لسه مطلعوها، لو ملاحظين حتى ان الجبنه لسه ايه بتفور يعني كده معايا. حطيت على وشها زي ما قلت لكم في الاخر خمس دقايق كده، بصراحه كانوا حبه قليلين اللي عندي زي ما انتم شايفينهم كده، حبه جبنه موتزاريلا. انت بقى لو عندك وعايزه تزودي عليها من فوق خالص وعايزه تحطي في قلب العجينه نفسها مفيش مشاكل، هسيبها تهدى بس دقيقتين واقطعها وارجع لكم. بصوا كده بعد ما قطعنا ايه الصينيه بتاعتنا بالشكل دوت، تعالوا بصوا نشوف مع بعض اهو. انا رفعت واحده بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي، جميله جدا والتسويه بتاعتها تمام، وايه طريه كده وجوسي وجميله خالص من جوه، شايفين الخرطه. بصوا هوريكم كده بس ايه التسويه بتاعتها، شايفين تسويتها من الارضيه وهي، بصوا الخرطه متماسكه ازاي، وعلى الرغم ان هي لسه سخنه كمان يعني انا يعني ما سبتهاش بردت، اللي هي مفيش دقيقتين تلاتة زي ما قلت لكم، بس كده عشان اقطعها والسكينه تمشي فيها ايه مظبوطه ما تبقاش طريه خالص معايا. تمام وجبه عشاء سهله وظريفه وبسيطه ومش مكلفه، كل المكونات موجوده، اي بواقي عندك هتعملي بيها صينيه العشاء بتاعتنا ديت، او فطار برضو لو عندك وقت الصبحيه مثلا كده وهتعمليها للولاد يفطروا بيها. فيديو سهل وبسيط، اتمنى ان كنتوا تجربوه وينال اعجابكم ان شاء الله، وطبعا تطبقوه وتقولوا لي رايكم. ولو وصلتي معايا اختي وحبيبتي سواء لسه جديده او من حبايبي ومتابعيني الدايمين معايا، على راسي كلكم من فوق، تشرفوني وتنوروني فضلا منكم وليس امرا. لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم. بقى ايه اعاده تدوير لبواقي الاكل اللي عندنا، طبعا ما فيش حد ما بيتبقاش من عنده اكل، تمام، فطبعا خساره ان احنا نرمي الاكل دوت، هترميه ما يقعد في التلاجة بيجوا تاني يوم لا مش عايزينه، ايه الاكل دوت بقي طعمه اتغير معرفش ايه كل الكلام ده.
فاحنا بقى هنعمل لهم حيله كده ذكيه ان احنا تخلينا بقى بواقي الاكل اللي عندنا دي ما تترميش وينسفوها نسف ان شاء الله. بواقي الاكل دي ايا كانت بقى، انا معايا هنا دي كبده شرايح، طبعا انا عامله معاكم قبل كده الكبده الشرايح ديت على القناه، ان شاء الله هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. تمام كده. بتنفع برضو لو عندك بواقي فراخ، صدور، وراك، اي لحوم عندك في الثلاجه ممكن تستغليها بالوصفه بتاعتنا ديت. فانا كان عندي ايه، كان عندي بكبده اهي زي ما انتم شايفين كده، كبده شرايح انا كنت عاملاها تمام اهي زي ما عملناها مع بعض قبل كده على القناه، ودي باقيه من عندي من امبارح قلت هرميها. طيب زي ما انتم شايفين كده كمان نشفت معايا والولاد مش راضيين ياكلوها، فقلت نعملها الوصفه الجميله ديت زي ما انتم شايفين الخضار كده هتدينا ايه في الاخر نتيجه ان شاء الله اكله مغذيه ولذيذه باذن الله. تعالوا بقى زي ما قطعت الخضار كده شرايح زي ما انتم شايفين، معايا الفلفل الالوان، ومعايا هنا دي بطاطسايه، البطاطسايه ديت انا بشرتها او هي بطاطسايه صغيره تمام يعني ما تكتريش، بشرتها بالمبشره، هي الوحيده هي والجزر اللي انا بشرتهم، الباقي مقطعاها على ايدي زي ما انتم شايفين كده ايه شرايح صغيره. دي طماطمايه ماشي، دي طماطم اهي مش فلفل، طماطم خلاص، يبقى الفلفل الوان، وبطاطسايه صغيره، بصلايه كبيره برضو مقطعاها شرايح كده صغيره، الجزريه زي ما انتم شايفين، طماطمايه برضو كده او طماطميتين متوسطين، حبه فلفل حامي لو مش حابه استغني عنهم، كمان معانا ايه، معانا فصين كده من الثوم الكبير مقطعاهم حلقات صغيره. خلاص كده طبعا توابل والبهارات هنضيف برضو بس حاجات بسيطه، ليه؟ لان احنا متبلين كده كده اوريدي، متبلين الكبده بتاعتنا واخده كل التتبيلات، بس لازم عشان الخضار بتاعنا يتطعم نديله حبه توابل كده، هنشوفها مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين. دلوقتي زي ما قطعت الخضار بتاعي كده شرايح، انا ما رضيتش اقطع الكبده علشان ايه اوريها لكم وتشوفوها فعلا ان هي كانت عندي في الثلاجه. خلاص فهنبدا ناخد الكبده بتاعتنا كده وهنقطعها برضو شرايح صغيره، طبعا انا بستخدم ايد واحده بس فمش هعرف اقطع واظبط معاكم. يلا بقى جبنا ايه، جبنا اللي صور لنا تمام، وهنعمل ايه، هنقطع الكبده بتاعتنا زي ما انت شايفه كده اهي، الكبده بتاعتي جامده شويه عشان كانت في الثلاجه، هقطعها ايه شرايح كده طويله. خلاص اهو عايزه تقطعها مكعبات صغيره برضو ما فيش مشاكل يا ستي، اي حاجه المهم ان هي في الاخر النتيجه تكون كويسه والاكله بتاعتنا تتاكل وتبقى جميله. خلاص كده طبعا بدل الحاجات بتاعتنا، احنا عارفين وقت الغلا، دبري نفسك كده بالحاجه اللي موجوده عندك في البيت، ممكن تمشيها عشوه تمام، تمشي تعملي منها حبه سندوتشات كده بالليل محتاره في العشاء بتاع الولاد، اعملي اي حاجه عندك زي كده في الثلاجه طلعيها واستغليها في عشاء بسيط كده ومغذي كمان للولاد. عايزه هتعمليها غدا برضو ممكن تعمليها انك انت تصنفيها زي ما انا هعملها بالشكل دوت، تعملي معاها حبه مكرونه بقى بالصلصه، تعملي معاها حبه رز ابيض، رز بشعريه، اي كان اللي بيحبوه ولادك واهل بيتك وعايزه تصنفيه وتعمليه هيمشي معاكي ان شاء الله ويبقى جميل من ايديك. خلاص كده هخلص تقطيع الكبده بتاعتي كلها بالشكل دوت وهرجع نكمل الوصفه بتاعتنا ونشوف هنستخدمها وهنصنفها ازاي على البوتاجاز مع بعض. تعالوا بقى نعمل ايه، ندي الخضار بتاعنا ايه تشويحه بعد ما قطعنا الكبده تمام، وهوريكم تقطيع الكبده اللي انا خلصتها دلوقتي، بس هحط معلقتين كده من السمنه وهنزل عليهم بالبصلايه بتاعتي تمام، وكمان معاها حبه الثوم، خلاص البصل والثوم كده مع بعض، وهاخد حبه الفلفل الحامي مع البصله خلاص اهم، وهديهم تشويحه كده ريحه بس تطلع كده بتاعتهم معايا ماشي، وهعمل ايه، هنزل عليهم كمان بحبه كزبره كده صغيره، حبه كزبره ناشفه، معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه تمام، وهقلب البصل والثوم بتاعي كده اديله تشويحه. بصوا كده بعد ما ايه اديت تشويحه كده خفيفه للبصله بتاعتي لونها غير كده يدوب خفيف، هبدا انزل بايه، بالجزر تمام، يعني ايه تنزلي بالحاجه اللي بتستحمل مثلا وعايزه تشويح حبه الاول قبل ايه قبل الثانيه. خلاص كده وهدي اخر حاجه هنزل بيها يعني الايه الطماطم والبطاطس تمام، هنزل برضو بايه بالفلفل اهو خلاص، وهديهم تقليبه كلهم كده مع بعض، وهخلي حبه بس عشان التقديم، وبعد كده هنزل برضو بايه
الطماطم والبطاطس هم اللي باقيين. هدي تشويحه للبصل بتاعي للخضار عامه كله، انا مش عايزاه يدبل خالص ولا يغير لونه، يا دوبك بس كده ايه يديني ايه دبلان خفيف كده للخضار بتاعي، بحيث ان هو في نفس الوقت برضه يبقى ايه مقرمش كده معايا في الاكل. خلاص هدي بس التشويحه كده وبعدين نرجع نكمل. بصوا كده بعد ما ادينا الخضار بتاعنا تقليبه، بسم الله ما شاء الله شكل الخضار حتى بس كده يفرح النفس، يفتح النفس تمام كده. بصوا بقى هعمل ايه، عشان انا قلت لكم ان انا هدي تطعيمه للخضار تمام. الكبده بتاعتنا كده كده ايه فيها التتبيله بتاعتها، فاحنا حطينا في الاول حبه كزبره ناعمه، هندي كمان معلقه كده صغيره من الفلفل الاسود تمام، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهدي ايه تاني، هدي مكعب مرقه، مرقه فراخ، مرقه خضار، اي حاجه عندك، ده كله ايه لتطعيم الخضار بتاعي. خلاص هقلب الخضار بقى كده كله بتاعي واللي انا حطيته. طبعا انا لسه متبقي معايا ايه، متبقي الطماطم وكمان البطاطس تمام، اقلبهم بس كده واسيبهم شويه حبه كده ياخدوا يدوا كده مع بعض في التوابل اللي احنا حطيناها، وبعد كده هنشوف بقيه ايه الاكله بتاعتنا الجميله ديت اللي احنا بنعملها ان شاء الله من بواقي التلاجة. بصوا بقى بعد ما ايه قلبنا كده تقلبتين للخضار بتاعنا، هنديله ايه دلوقتي، هنديله ايه ربع معلقه صغيره من الملح. لاحظوا ان احنا حطينا ايه مكعب مرقه، وكمان الكبده بتاعتنا هتبقى متملحه، فلما نحطها الاول ونرجع ندوق تمام كده. هنزل كمان دلوقتي بايه بالبطاطس والطماطم اهو، معلش بقى عشان انا بايد واحده ف بدلق على طول من الطبق كده كلهم مع بعض، اهي الطماطم تمام والبطاطس معايا، وهديهم برضو تقليبه. وبعد كده هنرجع ننزل بايه بالكبده بتاعتنا في الاخر بقى خالص، لما تدبل بس كده الطماطم بقى معايا، وتاخد كمان من الايه البصل والخضار اللي احنا حطيناهم معاه التتبيله ومعاه الايه التوابل يعني اللي احنا حطيناها. خلاص هقلبهم بس كده ايه كويس، معلش اعذروني بقى في التصوير لو التصوير يعني مش متظبط شويه من ايدي، لان انا بتحرك بايد واحده وبحرك الموبايل بايد الثانيه، فمعلش بقى ايه اعذروني في الحته ديت. ربنا يكرم ان شاء الله ونشتري ايه ونجيب ستاند كده ونصور بيه بامر الله. يلا كده بعد ما الخضار بتاعنا خلاص ايه اخد التشويحه بتاعته تمام، هنعمل ايه دلوقتي، هننزل بالكبده. بصوا ده طبق الكبده اهو اللي انا قطعته تمام اهو بالشكل ده، هنزل بيه على ايه على الخضار بتاعنا. وخلاص كده خلص الطبق بتاعنا، هنقلبه بس ايه تقليبه كويسه كده مع ايه مع الخضار، وتبقي عملتي وصفه سهله وبسيطه من بواقي الثلاجه عندك، وبواقي خضار في الثلاجه موجود ما اخدتش مننا وقت. ان شاء الله هنشوفها بقى في التقديم، وهقول لك انت ممكن تصنفيها بقى تاني وتستخدميها ازاي، تستخدميها مع ايه كل دوت ان شاء الله. بس ايه نغطيها الاول واقلبها كويس، وهغطيها علشان الكبده بتاعتي بقى تسخن، لان زي ما احنا عارفين الكبده كانت في الثلاجه تسخن وتاخد وتدي مع الخضار 10 دقائق بس كده ونخلص الفيديو. خلوا بقى كده نرفع ونسمي ده بسم الله، ونشوف الكبده بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي كانت عندنا الشرايح وعملنا منها الغدوة او العشوة الجميلة ديت. زي ما قلت لك انت ممكن تصنفيها زي ما انت عايزة، شايفين الصينية ما شاء الله شكلها بيتكلم عن نفسه تمام كده. انت بقى عايزة ممكن تسيبيها تبرد وتعملي حبة نص كيلو دقيق كده هوت، وتعمليها معجنات وسندوتشات تمشي مية مية لذيذة، تعمليها فطيرة برضو، تعمليها كلها كده في نفس الصينية مثلا زي كده في نفس الحجم زي ما عملنا قبل كده مع بعض برضو فطيرة للعشاء تمام. حابه تعمليها زي كده اهوت وتعملي معاها جنبها حبه رز حبه مكرونه ويسدوا مثلا غدا برضو هتمشي مفيش مشاكل. بصي اي حاجه مشي نفسك بيها زي ما تبع انت عايزه ايه تمام. انا مثلا هنا عندي هنعملها عشوه، فهنحطها مثلا غموس كده جنبها حبه عيش كده اهوت وطبق مخلل طرشي بلدي يعني، وخلاص على كده اهوت وهنمشي بيها الحال. عشوه خفيفه ظريفة سهلة مغذية كمان، فيها فيتامينات وفيها معادن كتيرة، طبعا الفلفل الألوان غني والبطاطس نشويات والجزر ما أقولكيش يعني مليانة من جميع الخضار. خلاص كده أتمنى أن الفيديو بتاعنا يكون بسيط وسهل واستفدنا منه ولو جزء بسيط، بأنك أنت ما ترميش أي حاجة عندك إن شاء الله. بعد كده برضو هنعمل فيديوهات برضو لبواقي الرز إزاي نستفاد منها، بواقي مثلا مكرونة إزاي تحوليها لطبق مثلا سهل وبسيط ولذيذ بعد ما كان مركون عندك في التلاجة، ممكن إن هم إيه يطلبوه وياخدوه ويقولوا لك اعملي لنا منه تاني إن شاء الله.
طبعا اختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.